since you've taken the headpiece off, let me say that in English. Looking at the multinational entities, أطرح السؤال باللغة الإنجليزية بالنظر إلى حديث الجميع عن القطاع الخاص. ما هو دور البنك الدولي في دعم القطاع الخاص في كل ما سبق؟ شكرا جزيلا. دعني فقط أعبر عن سعادتي بتمثيلي لمجموعة البنك الدولي هنا اليوم، كما أنني أريد أن أثني على جهود مصر والاتحاد الأوروبي في عقد مثل هذا المؤتمر الهام الخاص بالاستثمار في هذا الوقت الحرج. إن مجموعة البنك الدولي والتي تمثل المؤسسات التي تستثمر في التنمية لها علاقة وطيدة وطويلة الأمد مع مصر، ونحن نقوم بمهمتنا مع مصر من خلال ثلاثة آليات. الأولى هي الشراكة فيما يتعلق بالدراسات التشخيصية، وهنا يتمحور دورنا حول الاتيان بالمعرفة والأفكار، ولكن أيضا نحن نقوم باستخدام الخبرات المصرية أيضا من أجل الوصول إلى الدراسات التشخيصية، والتي تمثل دراسات تشخيصية للقطاع الخاص، حيث يمكننا من خلالها التعرف على الفرص وأيضا نتعرف على القيود والتي يجب مواجهتها من أجل زيادة دور القطاع الخاص. ثانيا، يوجد لدينا تقرير مناخ الاستثمار أو ذلك الخاص بالتغير المناخي، وذلك له علاقة بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وثالثا، يوجد لدينا التمويل، وهنا يمكننا أن ننتبه إلى دور البنك الدولي وأيضا مؤسسة التمويل الدولية وأيضا الجهات التي توفر الضمانات من خلال مجموعتنا. نحن جميعنا نجتمع معا بالطبع من أجل العمل على كل ما سبق، وأيضا نحن نعمل على جانب الابتكار، وذلك بالطبع له علاقة باحتياجات البلدان والاستجابة له. وهنا أود أن أذكر أنه في الأول من يوليو سوف نفتح الباب على منصتنا، وذلك من أجل أن يتم الاكتتاب للحصول على الضمانات، وذلك مهم جدا للقطاع الخاص من أجل أن يكون هناك المزيد من الطموح والثقة من جانب القطاع الخاص في الاستثمار في البلدان. وأيضا يوجد لدينا الأدوات الخاصة بالفترة الطوارئ والسيولة المالية، وذلك مهم جدا في هذا الوقت الحرج الذي يواجهه العالم، ولا بد للبلدان أن تكون لديها آليات تيسر لها وجود السيولة في فترات الطوارئ. ونحن نعتقد أن هذا مهم جدا أيضا بالنسبة للقطاع الخاص، أن القطاع الخاص يبحث عن الاستقرار فيما يتعلق بالتدابير السياسية وأيضا الاقتصادية. شكرا جزيلا.